الخمسة، إذن هذا يدل على شيء ألا وهو تطور لك ضعف الانتباه إلى رأت تجيبون طرف سيدنا الله يسوع واحد السيد ملك واحد السادس نصر الله. إذن هذه واحد المعلمة جدا مما جعلت واحد قيمة مضافة، وقت ما كتجي أي مرحلة ديال الماراثون كتبقى شي معلمة كتزاد. هذا هو واحد ما ديال التمسنا الحمد لله غادي يفرح تطور جد مهم، وهذا بإضافة سميتو كمان المجهودات ديال السلطات المحلية وجميع الشركاء المؤسساتيين داخل هذا الفضاء. إذن اليوم كنشكرو اللجنة المنظمة ديال هاد السوق ماراثون انترناسيونال ديال تلسنا، وكنضم المسائل التقنية الناس ما غير غادي يتاكلوا عليها، حنا كنرحبوا وكنساهموا. اليوم هادشي كيدار في واحد الإطار تشاركي مع جميع المتدخلين المؤسساتيين على رأسهم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وأيضا مجموعة العمران المساهمة والشركة عمران جهة الرباط صدق ومدار. إذا اليوم كنتوكلوا على الله وكنتمنى الله الدورة إن شاء الله بعد بحول الله تكون أحسن الدورات. هذا إن شاء الله بحول الله مؤكد أنه كاين جميع مكونات ومقومات لهذا النجاح هذا السمي مرض. إذا هذه التظاهرة الرياضية كتجي بالأجل مواكبة الإنجازات اللي كانت في هذه المدينة اللي صار عليها السلطات المحلية فيما يخص عديد من المجالات، مجالات جميع من المجالات غنخليو الإخوة اللي غيهضروا عليها، ولكن اليوم يجي هذا الماراثون كيزكي هذا النشاط وهذه الحيوية اللي كتعرف في مدينة تلسنا وهذا التطور اللي كتعرف. كنتمنى الله التيسير إن شاء الله للجميع، وشكرا والله يوفقكم جميعا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، التحيه للاخوان الاعلاميين اللي حاضرين معنا اليوم التغطيه ديال نصف ماراثون الدولي مدينه تمسنا في الدوره السادسه. اول حاجه نصف ماراثون كيتنظم بواحد المناسبه اللي هي ذكرى تقديم وثيقه الاستقلال ذكرى 80، وتحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى وولايه الرباط سلا القنيطره عملت سخيره تمارا وجامعه سيدي يحيى زعير أشبال تمسنا تنظم الدورة هذه في واحد الإطار اللي هو الدورة السادسة ديالها اللي بدينا من سنة 2017. احنا الحمد لله غاديين في واحد التطور اللي سنة كل سنة كيكون جديد في نصف ماراثون الدولي ديال مدينة تمسنا بشهادة الجميع للمشاركين للإعلام. فالسنة هذه إن شاء الله الهدف ديالنا إن شاء الله اللي هو باش إن شاء الله التظاهرة تكون فيها أرقام قياسية لا من ناحية المشاركة ولا من ناحية مسار سباق باش يتحقق في واحد الرقم قياسي، خصوصا في فئة الإناث اللي خدامين علينا ان شاء الله باش يكون واحد رقم قياسي. وكنبغي نوجه الشكر للسلطات المحليه على الدعم ديالهم في انجاح التظاهره هذه، وكذلك كنوجه الشكر للجنود الخفاء اللي هما سهرانين هذه الايام هذه ان شاء الله حتى لنهايه حتى اليوم 7 يناير ان شاء الله لاعطاء انطلاق هذه التظاهره هذه. كنبغي نوجه لهم شكر جزيلا لانهم في الحقيقه كما كنقول انا راهي واحد من هذوك الاشخاص اللي ساهرين على هذا الفيلم، لان كما كنقولوا يد وحده راه ما كتصفقش. حنا الحمد لله واحد يعني واحد الجمعيه وواحد اللجان اللي خدامين على هذا الفيلم، وهذا اللي خدا واحد المسار ديالو حتى وصل للدوره السادسه بالمجهودات ديالهم. ودائما كنبغي نوجه الكلمه ديالي والشكر ديالي للاعلام لان كيعطي واحد الاشعاع لفيلم باش يزيد لقدام لا من ناحيه المستشهرين ولا هذا. كنبغي نوجه الشركه ديال الشكر ديالي لمجموعه العمره الداعمه القطاعين الرسمي ديال التظاهره هذه. الدكتور العربي الحماري نائب رئيس جامعه سيدي حيا زعير مكلف قطاع الرياضه والثقافه على مستوى الجامعه الترابيه. اليوم تنحضروا يعني الندوه الصحفيه المنظمه من طرف جمعيه اشبال تمسنا بخصوص نصف ماراثون الدولي لمدينه تمسنا. كما شاهدت الجميع فهذه الندوه يعني دارت في ظروف جيده، وليس من خلال طرح مجموعه من الاسئله على التحضيرات اللي واكبتها هذه الجمعيه بالتنسيق مع المجلس الجماعي والتنسيق ذلك مع شركه عمران وجميع المتدخلين من اجل انجاح التظاهره السادسه. هذا نصف ماراثون الدولي لمدينه تمسنا نعتبره احنا كمجلس جماعي جامعه سيدي زعير وكعبد الربيع مكلف القطاع الرياضه نعتبره يعني مبادره طيبه ومبادره يعني اللي تعطي اشعاع لمدينه تمسنا والجامعه التربيه سيدي زعير تمسنا النور. ومن طبيعه الحال اصبح هذا نصف ماراثون يعني اصبح كما عرس رياضي
افتراضي يعني دولي، ومن خلاله يعني وصلت مدينه تمسنا الى العالميه. وتنتمنى اعتقد كما نجحت النسخه السابقه، اعتقد المجهودات الجباره والاجتماعات الماراثونيه اللي عقدناها لا كمجلس جماعي وسلطه محليه والجمعيه المعنيه ولا كجميع الشركاء، عقدنا يعني اجتماعات عديده من اجل التحضير الجيد لهذا نصف الماراثون. ونتمنى بدورك صحفي نتمنى الحضور ديالكم والدعم ديالكم ان شاء الله، والحضور يوم 7 ان شاء الله يناير 2024 من اجل انجاح هذه الدوره ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.